يلا يا مولاي. قال المحشي رحمه الله: قوله لتكرر الحث، أي وذلك لتكرر الحث، وذلك أي وذلك يوجب الاعتناء به، يعني على غيره الاعتناء والاختيار ماشي، لكن كونه يقدم أو كونه أول واجب ده موضوع إيه؟ موضوع آخر. ثم إن النظر الذي وقع الحث عليه كتابا وسنة بمعنى حركة النفس بالعقليات لا نفس القياس الذي هو المطلوب، فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل. في مشكلة تاني يقول لك هو يعني علل الاختيار أن أول واجب هو النظر، هو عرف النظر أنه ترتيب إيه أمور مش كده، أو ترتب إيه، أو ترتيب معلوم زي ما قال وحقيقة النظر مش كده. طب إيه رأيك هنا الشيخ بيقول إيه؟ ثم إن النظر الذي وقع الحث عليه كتابا وسنة، ما أنا قلت لكم في الكتاب وفين وفي السنة، بمعنى حركة النفس في العقليات لا نفس القياس الذي هو المطلوب، وإلا حيبقى كده إيه، محدش عارف ينظر إلا من درس ليه المنطق والقياس والاستقراء والاقتراني. يعني معناها القرآن والسنة حس على حاجة غير اللي هو بيتكلم عليها. والأعراب لما ربنا قال لهم انظروا عشرفهم بالقياس والمقدمات والصغرى والكلام ده، فقال لك ده والكتاب والسنة حث على اللي انت بتقوله ده، فبيقول لك حث على حركة النفس في الايه؟ في العقليات لا ايه نفس القياس الذي هو المطلوب، فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل الاختيار إلا أن يقال المطلوب النظر بمعنى القياس قوة أو فعلا، والذي هو قوة ده هو إيه يدخل في إيه في القرآن، والفعل اللي هو القياس المطلوب. ومن حرك نفسه في العقليات، ومن حرك نفسه في يوجد عنده قياس بالقوة، فتم ما قال. يعني معناها زي ما نقوله في حاجة مركوزة في الفطرة، يعني زي الأعرابي قالها بفطرته ولم يقلها بالقياس المنطقي، لما قال البعرة تدل على يبقى إذن عنده القياس موجود بالقوة لا بالفعل، فالذي يريده الشيخ القياس بالفعل، والذي يريده القرآن بالقوة. خلاص يبقى كده ما فيش ايه ما فيش خلاف، يعني نقول فعلا الامر تكرر به، لكن لا يفهم انه تكرر بالامر بتاع ارسطو بتاع القياس المنطقي، لا اللي هو ايه المركوز في الفطره. وما فيش تعارض بين ده وده، لانه ده بالقوه وده ايه وبالفعل. فتم ما قاله الشارح بعدين حتى كانه مقصد. قد يقال إن المعرفة مقصود حقيقة، فالأولى اختيار القول بأنها أول واجب. طيب يبقى هنا هو بيقول حتى كأنه إيه مقصد، يعني مقصد حس عليه الكتاب والسنة حتى كأن النظر مقصد. طيب قد يقال إن المعرفة مقصد حقيقة، فلماذا قال كأنه؟ فالأولى اختيار القول. إن كان المسألة إحنا نسعى وراء المقصد، فالمقصد حقيقة المعرفة. نعم. نبعد النظر ونقدم المعرفة. نعم. أي نعم. قد يقال إن المعرفة مقصد إيه حقيقة. فالأولى اختيار القول بأنها اللي هي المعرفة أول واجب. المعرفة ولا النظر؟ لا. إذا كان إحنا بنسعى إلى المعرفة زي ما بيقول الشيخ ناجي، يبقى أول واجب هو إيه؟ لكن هو اختار ان اول واجب هو النظر، قال لتكرر الحث عليه. تكرر الحث جعله كانه المقصد، فاذا كان لما اشبه المقصد قدمناه يبقى المقصد الاصلي. يبقى اذا كان قال اول واجب عشان كانه مقصد، يبقى مين الاحسن؟ طب اذا كان ده كانه بقى اول واجب كانه، طب امال اللي هو نفسه يبقى يقول ايه فيه؟ يبقى حيقول واجب قبل الأول، حيبقى مش هو الأول، يبقى الأولى أن يقول المعرفة أول واجب، ويكون أيضا النظر بس حيكون وسيلة. فبدل ما يقول كأنه مقصد، لأنه ليس هو المقصد، وإنما المقصد هو إيه؟ المعرفة.
فيقول أول ما هي واجب المعرفة ويريح الناس. قوله بخلاف ما قبله. بس حيقول لك إيه والقرآن طب حث على النظر ولم يحث على المعرفة. حيقول لك كذا حيرجع تاني يقول لك أنت لما كان القرآن هو اللي عمل لنا الإشكالية. هو اللي عمل لنا الإشكالية. المعرفة حصلت من غير نظر هل يسقط النظر؟ نعم. خلاص يبقى تحصيل حاصل النظر. النظر حيوصل لك ليه؟ النظر كافي معرفتي ولا لا خلافا الإسماعيلية لما تموه جاية. بس هو إذا بيقول الشيخ محمد إذا المعرفة حصلت بإلهام أو بكشف مش كده؟ يبقى في هذه الحالة يبقى النظر حيبقى يعني واجب أيضا ولا سقط وجوبه؟ هو إنه المعرفة دي يا شيخ محمد ممكن تكون إيه مراحل متفاوتة، ليس معرفة الكشف ومعرفة الإلهام زي معرفة النظر العقلي وزي، فيكون هذا لمزيد الإيه المعرفة، فيتحقق بإيه بالنظر بعد المعرفة معرفة أكثر، وقل رب زدني إيه علما، فما لا يسقط، لأنه يعني حصل ليه أصل المعرفة. لكن هل كل المعرفة؟ هل المعرفة متساوية؟ كلما تعرف الحق إليك أو كلما كنت في حال أو كذا زادت الإيه المعرفة، لأنه المعرفة والعلم إحنا قلنا إيه مترادفة، فيقبل الزيادة. ولذلك تكرر الحث بالنظر، لأنه كلما تنظر كلما تزيد في المعرفة، نعم، أو كلما تزداد إيه يقينا. نعم. ها قوله بخلاف ما قبله أي النظر، أي النظر بتمامه من الوسائل، بتمام يعني مش جزء من النظر، النظر بتمامه من الوسائل الصادق ذلك بأول جزء من النظر وبالتوجه إليه، كل ده إيه يصدق عليه أنه وسيلة. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها بعد. لا إيه ولا إيه ولا بأول أي بالنظر بتمامه. ولا يتبين ما قبل النظر من الوسائل الصادق لذلك بأول جزء من وبالتوجه إليه. ولا ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال. ولا يتبين. احنا عاوزين هات كده بس المتن عشان نعرفها صح. في المتن بيقول بأن أول واجب من هذه الأقوال القول بأن أول واجب التداول الحس على النظر في الكتاب والسنة، حتى كأنه مقصد بخلاف ما قبله من الوسائل. ما قبله اللي هو إيه القصد مش كده؟ نعم. وما قبله أول إيه جزء منه، تمام كده؟ نعم. يبقى هنا بيقول ايه اي النظر بتمامه من الوسائل الصادق ذلك باول جزء من النظر وبالتوجه اللي هو ايه الاراده، اراده النظر، وهو المراد بال ولا يبين ما قبل النظر بالاقوال لأنها بعد. إيه اللي بعد النظر؟ ما قبل النظر بالأقوال. لا إن هو هنا بيقول لك إيه لأنها بعد، عاوزين نعرف إيه الأقوال التي بعده. اللي بعد النظر المعرفة. طيب يبقى فين الأقوال اللي هي بعد النظر؟ لا يمكن ما يمكن يكون الأقوال الأخرى اللي هي الزايدة. أيوة. يبقى معناها هذه اللي هي كلها الإسلام والإيمان، وفي اللي قال النطق بالشهادتين وكله ده إيه؟ كله ده إيه؟ بعده مش قبله. فيبقى العبارة هنا إيه؟
أي النظر بتمامه من الوسائل، يعني النظر كله. الصادق ذلك، يعني كلمة الصادق ذلك يرجع إلى إيه؟ الصادق خلاف ما قبله يصدق على أول جزء من النظر ويصدق على الإيه؟ على الوسائل. ما قبل النظر بتمامه ده من الوسائل، الصادق ذلك اللي هو قبله أول جزء مش كده، والتوجه أول جزء وبالتوجه. أما ما بعده يبقى لا يبين يا مولانا، يعني لا يبين من المباينة، يعني ده بيقولك بخلافي. أما الأقوال التي بعده ليس فيها إيه؟ لا تخالف، ليس فيها مباينة. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال، يعني لا يخالف ما قبله ما بعده، لأنه ما قبله وسائل وما بعده إيه؟ المقصد. وحتى الإيمان والإسلام والأقوال الأخرى التي لم يذكرها مقاصد، وهي حاصلة بعد إيه؟ النظر. يعني ولا يبين يعني لا يغير أو لا يخالف، لأنه فهمناها من كلمة بخلاف، إلا إذا تبين غير ذلك. يعني أنا لي أجر، أصبت فأجران، أخطأت فعليكم الإيه؟ الوزر. يلا ماشي. ولا يبين، لأنه لو قلت ولا يتبين ما قبل ولا يبين، عشان قال بخلافي، سيب الشيخ محمد يفكر يمكن يشوف لها. ما أنت حتى لو فكرت حتجيبها غلط، لكن أنت بتفكر في شو؟ لا شو ما ينفعش لك أجر. كان واحد من مشايخنا الله يرحمه يقول إيه، في اجتهاد اللي هو معروف ده، لما تجتهد يكون عندك أهلية الاجتهاد، الآلات، يبقى إنا إن إيه أخطأت لك أجر، أصبته. إنما اللي يجتهد وما عندوش الأدوات ده، فكان يقول لنا كده إيه، إن أصاب فعليه إيه وزران، وإن أخطأ فعليه ثلاثة أوزار. طب أقول له بينها لي، كيف إن أصاب فعليه إيه وزران؟ قال لي أول حاجة مش من حقه يجتهد، ده الوزر الأول. والوزر الثاني، الإصابة هنا هي عين الخطأ، لأن هنا أصاب إيه في اجتهاد ليس معناها، حتى لو أصاب فهو أخطأ، فالإصابة هي الخطأ، لأنه ما عندوش قاعدة. يعني زي ما تقول إيه لخصوص المادة أو جات مصادفة، هو زي اللي هجم على الصلاة بغير أن يتحرك، فصادف الوقت، يعني هو دخل على الظهر بدون تحرك، فصادف الوقت. يبقى هنا وزران، وزر انه هو مش من حقه يجتهد، هو لما هو يجتهد وده يجتهد يبقى معناها ما فيش ايه خصوصية الحد، ما فيش دار افتاء، ما فيش ناس، ما فيش ايه يعني النفر من كل اللي يتفقه، يبقى اي واحد من هب ودب، وده اللي حاصل في الزمن ده، يبقى مش من حقك تجتهد. طب وإن أصبت يبقى معناها جات كده إيه رمية من غير إيه رمية، هذا إيه الوزران. طب وإذا كان أخطأ يبقى ثلاثة أوزار، اللي هو تضيف عليهم وزر الخطأ. يعني في الحالتين أصاب فهو ما عليه وزر، أخطأ فعليه وزر. يعني مثلا كلمة مثلا في الإنجيل، والإنجيل محرف باطل، قعدت تجتهد أنت عشان تفهمها، فهمتها صح وهي غلط. يعني أصاب في الضلال أو في الخطأ، زي يقول لك فلان وفي جدا، يعني كان واحد يقول لك فلان ده ضرب المثل في الوفاء، في عدم الوفاء. يعني هو شديد الوفاء في أنه غير وفي، هذه موفي في هذه، زي الرجل الذي صدق في أنه لا يقول إلا الكذب، أو صدق في أنه لا يصدق، قال أنا لا أصدق، وهو صادق في أنه غير صادق. مثال كده. قولي خلاص دي أسبوع مش هتأثر عليكم. قوله فإنما أخذ من قاعدة، أي أخذ وجوبه، أخذ عن وجوب النظر، فإنما بالشيء مضر.
يعني نفسه. يعني انه ده واجب لي، طب ما هو اول واجب المعرفه، طب فيكون نظر اول واجب لان الامر بالشيء والمعرفه متوقفه على النظر، فيكون الامر بالمعرفه امرا بالنظر. نعم. واما المقصد هو المعرفه فوجوبه من النص. يبقى اذا وجوب النظر ده قياس مش كده، او ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب، اي اخذ وجوبه لو النظر من ايه؟ اخذ وجوبه من القاعده دي، من القاعده. اما المعرفه نفسها اخذ وجوبها من النص. فين النص؟ فاعلم انه ايه؟ لا اله الا الله. قوله نعم، قوله من قاعدة أن الأمر بالشيء أمر، إضافة قاعدة للبيان، يعني من قاعدة مش كده، أن الأمر يعني هي مضافة للجملة هنا، وأن الأمر ده هو القاعدة مش كده، يبقى ده إيه؟ إضافة للبيان، يعني كأنك قلت ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن الأمر بالشيء أمر بما توقف عليه من فعل الإيه؟ المكلف. وقوله إن الأمر بكسر الهمزة إن جعلت إن من جملة القاعدة. إن جعل يعني لو قلت إيه من قاعدة إن، يبقى بكسر الهمزة، إن جعلت إن من جملة القاعدة. أما أفرض خلنا القاعدة مش إن الأمر بالشيء، هتعمل إيه؟ تفتح همزة إن. يعني ما هي القاعدة؟ القاعدة الأمر بالشيء أمر بما توقف عليه من فعل المكلف. أفرض القاعدة إيه؟ إن الأمر، يبقى كده أصبحت إن داخلة في الإيه؟ في القاعدة، فنكسر الهمزة. أما إن كانت ليست من جملة القاعدة فتفتح الإيه؟ الهمزة. وأنتوا عارفين شروط فتح الهمزة وشروط كسرها، متى تفتح همزة إن ومتى إيه؟ تكسر. احنا بنفتحها بمزاجنا ونكسرها ايه؟ بمزاجنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان، في قراءة ان، فيجوز هنا ان الله يبشرك وان الله. تمام. والقاعدة الامر بالشيء امر بدون ان. يعني القاعدة، القاعدة دي الامر ايه دخل ان وان بدون ايه ان. لكن افرض حبيت نلصقها ندخلها ما فيش مانع اكسرها، يبقى تقول كده فانما اخذ من قاعدة ان، عشان ترضي الشيخ، لانه قال لك دي من القاعدة ما فيهاش، القاعدة هي الامر. قوله بالشيء اي المقصد كالصلاة. الأمر بالشيء أي المقصد كالصلاة. قوله بما أي الوسائل التي يتوقف أي المقصد، فالصلة أو الصفة جرت على غير من هي له. بما مش كده؟ فالأولى الإبراز بأن يقول أمر بما، بما أي الوسائل التي إيه يتوقف عليها أي المقصد، أو يتوقف أي المقصد، فالصلة أو إيه أو الصفة. الصلة فين؟ يعني ما دي موصولة ولا نكرة إيه موصوفة. حلت إيه؟ دي ولا اللي قبلها بتاع ولا يبين، ويبين طلعت ولا يبين ولا إيه؟ لا إيه؟ هو بيقول إيه؟ وإنما اخترت من هذه الأقوال القولة بأن أول واجب النظر لتكرر الحث على النظر في الكتاب والسنة حتى كأنه مقصد، صح، بخلاف ما قبله من الوسائل. فهو شو بيقول؟ قوله بخلاف ما قبله. الضمير في قبله عائد على إيه؟ على الأقوال؟ لا، عائد على النظر. قال لك ايه؟ اي النظر، ما قالش الاقوال. ما هو بخلاف ما قبل قال اي النظر، يبقى الضمير في قبله.
على النظر. هي تفهم هي ظاهرها على الأقوال. تفهم إن هي على الأقوال. إنما ما قبله هنا قال أي النظر بتمام. أي النظر بتمام. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها بعده. يعني في ترتيب المتن النظر جاء الأول. هو قال الأول مذهب عرضه هو مذهب الأشعري اللي هو النظر. وبعدين بعد ذلك عرض الأقوال التي بعد النظر. فلا هو يقصد بكلمة بخلاف بالضمير فيما قبله عائد على النظر وليس عائدا على الأقوال لأنها لم تأتي قبل النظر وإنما جاءت بعد. موافق يا مولانا؟ ولا يبين. لا لا الكلام واضح والله. اصبر بس انت تحكمش كده. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها في المتن جاءت بعده. لأنها في المتن جاءت بعده. مش في المتن حتى في الترتيب بعده. في الترتيب في الترتيب الأقوال دي جاءت بعده. هو هنا ايه كلمة التفسير يعني هو بيقول بخلاف ما قبله. يعني هو عاوز يقول ايه اللي قبله يعني قبل النظر تمام؟ تمام. ولما قال ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال يعني هو قال ما قبله فالضمير يعود على النظر ما ينفعش انه يعود على الأقوال لأنها بعده. مش كده؟ انا موافق. فهل انتم ناخذ راي الفحش؟ انا موافق يا مولانا يبقى انتهى الامر خلاص انت خلاص. طب انا مش موافق او شوف كده انتم اصبحتوا اما ما عندكمش قاعده توجيه هو الصح كده ايه التوجيه الحق الرجوع الحق الفضيل قال ما رضينا وسلمنا ما سلمتش اذا كنت بتمدح لسه يبقى لا يعني يبقى ده العلة أخرى دي. هو قال كأنه مقصد بخلاف ما خلاص والله العظيم آمنا آمنا خلاص توكلنا على الله. آه بس يعني زي ما نقول إيه ولا يبين ما قبل النظر يعني ماشي بس يعني حاجة كده في نفس يعقوب بس المهم يعني ماشي هو كده نشوفها نفكر فيها ولا تفكر بعد ما تبين لك الحق تتبين ايه تاني الباطل رجعتني للوحي تاني لا انا ما رجعتكش لا بس وانا حبيت يعني كده يعني حاجة كده يعني عارفك انك حتجيبها والله العظيم بس طبعا لما لم تسرع كعادتك حصل عندنا يعني شيء وقد يكون السبب من عندك انت مش عندنا احنا بس هو من عندنا فالحمد لله ابقى ببركتنا احنا ربنا فتح لك يعني برضو هي صح كده ولا يبين ما يعني عاوزين نبين ايه اللي قبله فاللي قبله يعني ايه النظر بتمامه هو يقصد النظر بتمامه اي تمام اللي قبله اول جزء من النظر اول اراده أو القصد النظر تمام ده ما قبله فما ينفعش نشرح ما قبله بالاقوال الاخرى اللي غير القصد وغير اول جزء لان دي بعد النظر فكانه عاوز يبين لك ايه معنى ما قبله هو كده الحمد لله لا قوله ضمير عائد على النظر ما خلاص يا مولانا خلينا في اللي بعده قوله بما أي الوسائل التي يتوقف أي يعني فهم ما أمر بما يعني بما هتبقى موصولة إما نكرة إيه موصوفة فالصلة أو الصفة جرت على غير من هي له فالأولى الصلة على إنها موصولة والصفة على إنها نكرة موصوفة جرت على غير من هي له فالأولى الإبراز بأن يقول يتوقف هو يعني الأمر بالشيء أمر بما يتوقف هو عليه يبقى الأولى الإبراز يعني إبراز ليه الضمير المستتر قوله من فعل المكلف خرج نحو الزوال من كل ما يتوقف عليه المأمور به يعني ده لأنه الزوال ده هيتوقف عليه المأمور صح إن أنا مأمور مثلا بالصلاة فلازم يكون وقت ليه الزوال لكن ده مش من فعل المكلف فأنا ليس مأمورا به ولكن ليس مقدورا للمكلف ومتوقف عليه الفعل مش كده فليس واجبا بوجوب الأمر
بالمطلوب قصدا. يعني المطلوب قصدا هو ايه؟ الصلاة، والصلاة متوقفة على الزوال، فأكون أنا مأمور بالزوال؟ لا، لأنه ليس هذا من ايه؟ في مقدور المكلف، بل ولا بوجوب غيره. خلاص كده؟ نعم. فليس واجبا بوجوب الأمر بالمطلوب، يعني ليس واجبا بوجوب الأمر ولا بوجوب غيره. لأنه أصلا مش من فعل المكلف، لا بوجوب هذا الأمر ولا بوجوب غيره. في مقدمة الواجب تنقسم قسمين، قسم يدخل تحت مقدور المكلف وقسم لا يدخل تحت مقدور المكلف. ما لا يدخل تحت مقدوره كالزوال وكالأسباب التي رتب عليها الشارع، اللي هي الأسباب اللي هي التكاليف الوضعية. نعم. والثاني كالشروط، كالوضوء بالنسبة للمصلي مثلا، ده في مقدوره فيجب عليه بالامر بالصلاه. يبقى ايه الضمير في غيره يرجع الى ايه؟ ولا بوجوب غيره، يعني هو لا يجب عليه، يعني ليس واجب بالوجوب الامر المطلوب قصدا ولا بوجوب غيره، اللي هو الايه؟ الامر المطلوب قصدا زي الصلاه، ولا بوجوب غيره، يعني لا بوجوب الأمر المقصود ولا بوجوب، يعني ليس واجبا. لأنه قد نقول إنه ليس واجبا بوجوب الأمر بالمطلوب، وإنما واجب ليه؟ لسبب آخر. فالزوال مثلا لا يجب بوجوب المطلوب ولا يجب بوجوب غيره، لأنه ليس في مقدور الإيه؟ المكلف. قوله نزاع حاصله ان ما يتوقف، فين النزاع ده؟ هل الامر بالشيء هل الامر بالشيء امر نزاع؟ يعني في القاعده دي فيها نزاع. حاصله ان ما يتوقف عليه الواجب هل هو واجب بوجوب ذلك، اي ان الامر المتعلق بالمقصود متعلق بالوسيله. يعني طالما المقصود بغيره. طالما المقصود واجب تبقى الوسيله واجبه، ولا انه واجب بوجوب اخر بوجوب غيره، أي أن المقصود تعلق به أمر، وكذلك الوسيلة المقدورة للمكلف تعلق بتحصيلها أمر آخر. زي مثلا حديك إيه؟ المقصد الصلاة والوضوء إيه؟ وسيلة، لكن الوسيلة دي نفسها في أمر بها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفي أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة. يبقى هنا في أمر، يعني ليس الوضوء واجبا بوجوب الصلاة، ولكن بأمر آخر اللي هو ايه؟ الامر اللي في الايه. فعاوز اقول لك هنا ايه؟ الامر المتعلق بالمقصود متعلق بالوسيله، ولا الوسيله لها امر اخر، مش كده؟ ده يعني عشان كده قال في نزاع، يعني في اللي قال كده وفي اللي قال لا، بدليل انه الوسيله لها امر اخر. زي القضاء، هل بالامر القديم او بامر جديد؟ خلاص، هو ده النزاع. نزاع ما حلهوش، لا سابه. ليه؟ لانه في كده وفي كده. نعم. طيب يعني يوم ما يسيب المساله كده يبقى معناه عاوز يقول لك النزاع ما زال قائما. طيب بعدين بيقول لك هنا ثم النظر، ده مساله جاء. ثم النظر كاف في معرفته تعالى، وان كان بغير معلم، يعني عاوز يقول لك صحيح النظر كاف في المعرفة، لكن هل بمعلم ولا من غير معلم؟ الإسماعيلية قالت لازم، الإسماعيلية قالت لازم يكون فيه. الإسماعيلية طبعا معروف ده يعني إحدى فرق الشيعة الضالة، خلاص، اللي تزعم بأنه الإمامة في إيه؟ في إسماعيل بن جعفر الصادق، عشان كده نسبوا إلى إيه؟ الإسماعيلية، خلاص. وبعدين إسماعيل ده مات في حياة أبيه جعفر. قال لك إسماعيل ابن جعفر، طب ما هو جعفر إمام في الطائفة الجعفرية، وإسماعيل ده مات في حياة مين؟ جعفر. يبقى كيف صار إماما؟ لا، ده أنكرت هذه الطائفة تمام موت إسماعيل، ما خلاص، وقالوا إن أباه اللي هو جعفر ده رجل كذاب ادعى أنه مات. كذبوا أبوه اللي هو الإمام، ادعى أنه مات،
من باب التقية خشية أن يقصد بالقتل. فقال إسماعيل ده مات وأخفاه دسه عشان ما حدش يقصده بالقتل. والإسماعيلية دولة فرقة عجيبة، عندهم كل نص في القرآن له ظاهر وله باطن، خلاص كده. ويعني عندهم يعني عقائد مخالفة الإسماعيلية، غير غير الزيدية وغير الجعفرية، الاثنى عشرية تاني والجعفرية والإمامية الجماعة الجهلة السلفية. واحد بيقول هذه الطوائف الثلاثة اللي هي الإمامية والجعفرية تاني معي والاثنى عشرية من أضل فرق، يا بني آدم ده هي طائفة واحدة. يعني إسماعيلي الإمامية والجعفرية والاثنى عشرية واحدة، هي دي هم يقول لك الثلاثة. فمسكين حتى الثلاثة يخلوهم واحد، الواحد يخليهم ثلاثة. إنما الإسماعيلية غير، ده موضوع تاني. وعندهم مسائل صعبة، يعني مثلا يقولون بحاجة اسمها الاستيداع، انه الرسالة دي كانت مثلا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم زي وديعة زي امانة كده، يعني مش بتاعته، زي مثلا الملك لما يكون صغير اللي عليه الوصي ده الوصايا لحد ما يكبر ترجع له تاني. فكأنه النبوة كانت وديعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما سيدنا علي انه كان لسه غلام يصل الى فيردونها اليه. مشاكلهم كثيره جدا، وده من اضل فرق اقربهم الى السنه اللي هي الزيديه، خلاص قريبين، وحتى فيهم شافعيه الزيديه كمان يعني. فهنا المسألة دي، هل النظر كافي في معرفته تعالى وإن كان بغير معلم؟ خلاف الإسماعيلية قال لازم يكون في معلم. نعم حصوله بغير معلم عسير في غاية، يعني ده يحصل ولكنه عسير. وبعدين وقالت المعتزلة أول واجه ضرح عطف لسه خد بالك، احنا دلوقتي قلنا ذكر كام قول اللي عدوا، اول واجب القصد، اول واجب اول واجب النظر، إرادة النظر، جزء من النظر، الاقوال. فهنا جاب لك الاقوال، كمل لك الاقوال. اول واجب الشك، طبعا ده حاجه غريبه، كيف الشك ده؟ احنا امرنا بزواج، هيرد على الكلام الفاضي. والغريب مين اللي قال كده؟ المعتزله. وهو باطل الشك ان يكون اول واجب، وهم أخذوا بنظرية ديكارت لما قال أنا أشك، فأنا عاوز قال يصل من الشك إلى ده، حتى إحنا أمرنا بزواله، بإزالة الشك لا بوجوده. ففلسفتهم غريبة يعني، ما هو كل أغلب المصائب اللي جات للمعتزلة سارت إليهم من مين؟ من الفلاسفة. فعشان كده قالوا بنفس الكلام اللي بيقوله الفلاسفة. فأول واجب الشك هذا باطل على أصلنا وعلى أصلهم، يعني على قاعدة أهل السنة وعلى قاعدة مين؟ المعتزلة. حتى هنا الشيخ بيقول على أصل ده، وهو قبيح عندهم فلا يكون. وقيلة عد كده كم دلوقت بيقول كم؟ خمسة. وقيلة أول واجب الإقرار بالله وبرسله عن عقد كده ستة، واضح؟ فهذه أقوال ستة، وانا ذكرت لك كم تاني؟ لا ستة تاني، اللي هم قولهم لك انا بسرعة. يبقى الستة خلاص عدوا. الايمان كام؟ سبعة. الاسلام تمانية. اعتقاد وجوب النظر تسعة. التقليد عشرة. وظيفة الوقت 11. التخير بين المعرفة والتقليد اهم 12. يبقى وصلوا إلى كم قول؟ 12 قولا. على أي حال هنبدأ الدرس القادم من ها؟ فين؟ عشان نعلم عليها بس. صفحة كم؟ 28. ثم النظر كاف، اللي هو يعني هنقف عند الإسماعيلية، حظكم كده.